Oh الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين الى قيام يوم الدين ما هي علاقه الولايه التكوينيه بالامام المهدي المنتظر عالم الامكان وعالم الوجود وهذه الدنيا الجبال والبحار والارض والكواكب وكل ما في هذه الدنيا هل له علاقه بالامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ام لا الجواب في القران الكريم في سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم تنزل يقولون علماء العربيه اي تتنزل فعل مضارع وفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل فكانت الملائكه في ليله القدر تنزل على رسول الله صلى الله عليه واله هذا الكل متفق عليه. ناتي في المستقبل على من تنزل الملائكه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه واله هل هنالك اعلم وافضل ومؤهل لهذه المسؤوليه اكثر من الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وبعد ذلك الامام الحسن والامام الحسين والان الامام المهدي المنتظر. انظروا وتاملوا معي في هذه الايه الكريمه تنزل الملائكه يعني كل الملائكه ينزلون في ليله القدر تنزل الملائكه الملائكه اكثر خلق خلق الله تبارك وتعالى هم الملائكه تنزل الملائكه والروح يعني روح القدس الذي لا ينزل الى الارض ولا يهبط الى الارض الا في ليله القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني الملائكة تنزل في ليلة القدر بإذن من الله وليس ملك له مسؤولية واحدة مسؤولية الأرض أو الهواء أو الماء أو الكواكب أو السحب أو الإنسان أو الحيوان، كل الملائكة هذا نص صريح في القرآن الكريم أن الملائكة كل الملائكة تنزل في ليلة القدر على حجة الله. حجة الله من هو الان؟ هو الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اذا عالم الامكان وعالم التكوين وهذا العالم الذي نحن فيه اداره العالم لان الله ابى ان تجري الامور الا باسبابها القيمومه الحقيقيه لله تبارك وتعالى. ولكن الباري عز وجل جعل هنالك حجه. الحجه قد يكون نبي وقد يكون امام. لولا الحجة حجة الله سواء كان نبي آدم ونبي الله إبراهيم أو عيسى أو موسى أو النبي محمد صلى الله عليه وآله أو لأمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لولا الحجة لساخت يعني لا نتمكن أن نتصور غياب الحجة نبي أو إمام حجة الله لا نتمكن أن نتصور غياب عن الأرض وعن عالم الوجود مقدار ثانية أو أقل من جزئيات أو جزيئات الثانية وإلا لندثر العالم لتدمرت كل العوالم إذا هنالك نص واضح على أن الولاية التكوينية إنما جعلها الله تبارك وتعالى بيد الإمام الآن لما تذهب إلى نبي الله عيسى عليه السلام احيا الموتى بالاجماع باذن الله تبارك وتعالى. نبي الله موسى ضرب بعصاه البحر فانفلق. العصا لها قابليه؟ لا، الله تبارك وتعالى جعل في العصا هذا الامر. العصا تتحول الى ثعبان عظيم تاكل سحر السحره وكانوا بالالاف. هذه امكانيه كما ان الله تبارك وتعالى جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم طبيعه النار الاحراق ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذه النار بردا وسلاما على ابراهيم الله سلب من النار خصوصيه الاحراق الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه نحن نعتقد في عقيدتنا كما ورد في القران الكريم كما ورد في النصوص والروايات طبعا هنالك الروايات الواردة في حق الإمام المهدي الروايات الواردة عند السنة والشيعة أكثر من ستة آلاف حديث ورد في حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا الولاية التكوينية في عالم الوجود في هذا العالم هو بيد الإمام كما كانت هذه الولاية في عهد رسول الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد رسول الله تحولت الولاية التكوينية إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والا كيف امير المؤمنين يتمكن من رد الشمس؟ يعني هذه ليست بقدره بشر، البشر العادي ما يتمكن ان يتصرف هذا التصرف العظيم، انه يرد الشمس؟ نعم ردها. ردها امير المؤمنين، هذه ولايه تكوينيه. فاذا نحن نعتقد في عقيدتنا وفي مدرسه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نعتقد ان الامام المهدي له الولايه التكوينيه هنالك روايات متعدده في ان الامام لما يظهر هذه الاسلحه والتكنولوجيا هل هي تعمل الكثير من العلماء يقولون نعم هي تعمل وحتى ان الامام كما في الروايات ينتقل من مكه المكرمه الى الكوفه ينتقل بطائرات هذه الطائرات تشبه الصحون الطائره، السفن الفضائيه، يعني لما يذكرون المواصفات لها هكذا في الظاهر، قد يكون ان التقنيه العلميه والتكنولوجيا وصلت الى مرحله كبيره حتى ان الامام يستفيد من كل هذه التقنيه، قد يكون هنالك تصرف من الامام تصرف كوني، اليوم الامام يتمكن ان يوقف الشمس؟ نعم يتمكن، يتمكن الامام ان يتصرف بالكون؟ نعم، التقنيه الموجوده يعني اليوم لازم نعرفكوا شيء غيبي الغيب أمر موجود حقيقة موجودة لا نتمكن أن نلغي الغيب مو قضية فقط كرامات البعض يقول هذه كرامات وهذا غلو لا مو غلو أنت الذي تقول أن هذا غلو لأنك لم تفهم التاريخ لم تقرأ الثقافة ليس لك إلمام بالقرآن وتفسيره وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومؤوله ومفسره ما عندك إلمام الإنسان اللي عنده أدنى إلمام وقراءة للقرآن الكريم ولسيرة رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم يجد أن ذلك بقدرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فإذا الإمام عنده هذه القدرة سؤال إذا واحد مريض يقدر يشفي الإمام شفاء المريض يقدر نعم بيد من؟ بيد الله ولكن الله تبارك وتعالى أعطى هذه الصلاحية للإمام المهدي يعني لما تذهبون الى قمر العشيره، ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. ليس من من الائمه ال 12 ولا من المعصومين ال 14 ولكن يتوجهون اليه الناس بالالاف بالملايين حتى هنالك قصص هنالك من المسيحيين توجهوا اليه بخالص النيه. يعني ما عنده عقيده الاسلام ولكن توجه اليه بخالص النيه فلم يرده، هو الامام امير المؤمنين كان يرد الكتابي المسيحي كان يرد الآخر أبدا حتى الكتابي كان الإمام يعطي راتبه من بيت المال إذا أكو نقطة مهمة لازم نتوجه إلها أن أهل البيت لم يكونوا وحتى الرسول لم يكن للمسلم فقط وإنما للجميع القرآن خطابة يقول ولقد كرمنا بني آدم التكريم الإلهي ليس للمسلم وليس للمؤمن فلا تقول انت لماذا هذا الانسان قضيت له الحاجه وهو انسان غير ملتزم انا ما ادري في باطنه شنو انا ما ادري كيف توجه الى الله تبارك وتعالى وانا لا اعلم لماذا ان الله قضى حاجته ولم يقض حاجتي او ان تلك غير الملتزمه تزوجت وحده وثانيه وثلاثه انا الملتزمه انا المحافظه على نفسي لما اتزوج هذا اختبار هذا امتحان ونحن لا نعلم ان تلك هل تزوجت بانسان ذو خلق ودين فعلا زوج صالح ليكون الانسان بعض الظواهر يشوفها في حياته بسرعه يتذمر تتذمر من 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 قضاء الله تبارك وتعالى افوض امري الى الله افوض انت انسان مؤمن لمصلحه انت انسان تصلي لمصلحه أنت تذهب لزيارة الإمام الحسين وأمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام لمصلحة لا أو لا الكثير من عندنا عندهم مصلحة يعني عند حاجة يزور الإمام الحسين رايح لحاجة ممكن أنه أزور الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأتحمل السفر إلى سامراء لوجه الله نعم كلتنا عندنا حوائج ولكن لا يكون تعاملنا بس على اساس الحاجه ان الامام حجه الله انا ازور الامام اتوجه الى الامام صلوات الله وسلامه عليه لذلك الزيارات لاما بها آداب الدخول الى كربلاء بآداب التوجه الى زياره الامام الحسين بآداب الامام الصادق كان يغتسل بماء الفرات وكان يمشي حافيا وكان لا يرفع قدم ولا يضع اخرى الا وهو ذاكر لله تنتبهون جيدا هذا أدب لذلك لما ندخل إلى سيد الشهداء أكو آداب آداب الدخول الاستئذان استئذان الدخول استئذان الدخول من الله تب... من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله ومن الأئمة ومن الملائكة المحدقين فإذا اليوم احنا نعلم أن هذا الوجود وهذا العالم إنما جعل الله فيه خلائف وهؤلاء فوض إليه الامر فاذا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بإمكانه أن يشفي المرضى إذا نتوجه للإمام نعم الله يأمرنا الله يأمرنا وابتغوا إليه الوسيلة يعني إذا أردتم أن تتوجهوا توجهوا للإمام المهدي شلون نتوجه بانكسار قلب بخشوع قلب يعني نتوجه للإمام بدموع بحالة روحانية بحالة نورانية أصلي صلاة الإمام الحجة صلاة ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح بسورة الحمد لما أصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أكررها مئة مرة خلصت أكمل اهدنا الصراط المستقيم ركوع وسجود وبعد ذلك الركعة الثانية مثل الركعة الأولى وبعدين تسبيحة السيدة الزهراء عليه السلام دائماً نتوجه الى الامام المهدي. نستغيث بالامام المهدي. انظروا الى التاريخ كم من الناس في الساعات الصعبه يتوجهون لان الله تبارك وتعالى اعطى للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف القدره والصلاحيه ان يقضي حوائج الناس. كم من الناس ذهبوا وتاهوا في الصحراء وهم ينادون يا ابا صالح. هذه الجمله بس يريد لها حضور قلب يريد فعلا اكو تناغم عندي مع الامام عندي علاقه مع الامام هذا مهم ايجاد هذا الارتباط وهذه العلاقه خلي اذكر لكم نقطه مهمه جدا يعني انتم سواء كنتم في العراق او بالكويت او السعوديه البحرين الخليج بالمغرب بالعالم اينما تكونوا اسال سؤال لما جئتم الى العراق وزرتم الامام امير المؤمنين كنتم من رحتوا الى السهله؟ مسجد السهله رايحين فيه؟ تدرون هذا المسجد ايش كفر عظيم؟ يعني ما من مره تدخل الى النجف لابد ان تذهب الى مسجد السهله. الان اضرب مثال، شوفوا ايران، مسجد جمكران رجل فلاح هكذا يدعي والعلم عند الله، يدعي انه راى الامام في عالم الرؤيا وقال له ابني مسجد في هذا المكان. اللي هو اسمه جمكران كان الرجل، فسموه باسمه. روحوا الآن شوفوا شوفوا الناس مئات الآلاف بل الملايين ملايين يقصدون جمكران هذا مسجد هكذا وجد يروحون يتوجهون يتوسلون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه اليوم هذا مسجد السهلة الإمام الصادق لو كانت له حاجة وهو إمام وهو حجة الله يقدر يدعو الإمام، ولكن لماذا يتوجه إلى مسجد السهل؟ لماذا؟ سؤال. ليش الإمام حتى يعلمنا؟ حتى يربينا؟ حتى يوجهنا؟ حتى يرشدنا؟ يا شيعتي عندكم حاجة مهمة توجهوا إلى مسجد السهل لتسهيل الأمور، لقضاء الحوائج. بشار المكاري في قضية مفصلة ما أريد أذكرها الآن، يقول لما دخلت على الإمام كان بين يديه رطب. فالامام دعاني قلت له يا ابن رسول الله ما اقدر اكل ليش يا بشار قال لي شفت امراه اخذوها الشرطه لماذا اخذوها هذه المراه عثرت شوف الولاء اللي عندهم احنا وين وهم وين هذا الولاء مهم ان تعيش اهل البيت في المدرسه في الجامعه في العمل تسافر اي بلد من بلاد الدنيا لا تنسى اهل البيت وين ما رحت ترفه عن نفسك تسافر تغير جو لا تنسى اهل البيت مو تخليهم بالبيت مو تخليهم بالخزانه بالبيت وتروح لا معك معاك خلي اهل البيت معاكم عيشوا مع اهل البيت في احزانكم في افراحكم في كل لحظاتكم عند الاكل عند النوم عند الطلعه عند الدق في كل لحظاتكم خلي مع خليكم مع اهل البيت تواصلوا مع اهل البيت سلام الله عليه يقول فهذه المراه عثرت فقالت لعن الله ظالميك يا فاطمه هذا تعثر زين هذه عثرت شنو العلاقة العثور بلعن أعداء الزهراء سلام الله عليها، ولكن هذا إيمان. يعني أنا اعثرت لعنة أعداء السيدة الزهراء سلام الله عليها، فأخذوها. الإمام لما سمع يقول البشر قوموا الروح يقول وداني إلى الإمام إلى مسجد السهلة، وسجد وبكى، ابتلت لحية الإمام. إمرأة شيعية هكذا يهتم بها الإمام، لأنها لعنت ظالمي. السيده فاطمه الزهراء عليها السلام هذا اهتمام اهل يعني البيت انا من عندي حاجه عند الامام المهدي سلام الله عليه، الامام لما الحاجه لا تقضى يعني الامام ما يسمعني؟ يعني الامام ما يحبني؟ يعني الامام ما يريدني؟ ما يريد انه يقضي حاجتي او لا اكو اشكاليه او قد يكون الامر ليس في صالحي، مو كل ادعيتنا هي في صلاحنا وفي صالحنا. هذه امراه الامام راح شوف الامام يبكي يصلي ويدعو ويبكي بشار يقول لحيه الامام تلت من دموعه أي محبه لائمه اهل البيت لشيعتهم شنو يعني؟ يعني اليوم اذا عندكم مشكله والم عندكم قضيه توجهوا الى الامام المهدي في الساعات ساعات منتصف الليل ساعات بعد صلاه الفجر ساعات اللي تشعرون بحاله خشوع يمكن انا قاعد بالطائره وشعرت بالخشوع يمكن قاعد بالسياره شعرت يمكن في ساعات اي مكان تشعرون بانكسار القلب توجهوا للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول بشار الامام بكى يعني أم اهل البيت يهتمون بشيعتهم الامام يهتم بكم ولكن لا تستعجلون لا تنفعلون تريثوا شوي اصبروا شوي تحملوا مزيد من التحمل الصبر مفتاح الفرج دعا دعا الإمام إلى أن أطلق سراحه في قضية مفصلة. مسجد السهلة هذه اسمعوا جيدا في التأريخ وفي الروايات صلى في كم نبي عندنا احنا؟ 124 ألف نبي. صلى في مسجد السهلة 124 ألف نبي. شنو تفهمون؟ ماذا تفهمون من عظمة هذا المسجد؟ هنالك أماكن يقولون هنا أثر النبي فلان هنا مقام الخضر يعني الخضر قد يكون مر من هنا يمكن أثر قدمه يمكن أكو يمكن ما أكو أصلا مقام وقبة ونذورات في مسجد السهلة هذا تواتر 124 ألف نبي يصلون في هذا المسجد أنا وأنت ليش ليش هذا الإهمال ليش نتصور بس ليلة الأربعاء لازم نروح إلى مسجد السهلة؟ ليش مو كل الأيام؟ ليش مو كل الساعات؟ مسجد السهلة لازم لا يغلق أبداً 24 ساعة لازم يكون مفتوح والناس لازم يقصدونه توجهوا إليه أول دخولكم إلى مسجد السهلة مسجد السهلة بي سيكون بيت الإمام المهدي بيت الإمام يعني أنت تروحون بيت الإمام تطلعون على بيت الإمام وبيت إبراهيم النبي عليه السلام وبيت ادريس وبيت الخضر مقام الامام زين العابدين اكثر مقام الامام الصادق اكثر من هذا ليش نضيع الفرصه؟ ليش نضيع هذه الفرص الثمينه في ارتباطنا وعلاقتنا باهل البيت سلام الله عليهم هذا المسجد السهله توجهوا اليه واحد من طبعا معروف الناس يتوجهون أربعين ليله اربعاء لقضاء حاجتهم واحد كان جاي من احدى البلاد البعيده هذولا كانوا مجتمعين اهل البلده ومختارين افضل واحد ايمان اخلاق تقوى قالوا له روح الى ذاك المكان والتقي بالامام الحجه ووصل هذه الرساله للامام الحجه اجى هذا الانسان الى مسجد السهلة تدرون من بلد ثانيه يعني هو مو ساكن بالكوفه من بلد اخر اجى الى مسجد السهلة بقى أربعين ليلة أربعاء يعني الثلاثاء مساءً أربعين ليلة أربعاء اجى إلى مسجد السهلة صلى ودعا هناك طبعا هذا مو سهل يمكن انا اربع اسابيع عشر اسابيع اقدر ولكن أربعين اسبوع هذا جدا صعب هذا صبر وتحمل الغربه والالم بعد أربعين اسبوع تصور انه الاسبوع ال خلاص راح يشوف الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف راح انتظر الان يشوف الامام الان يلتقي بالامام يلتقي بالامام حتى يذكر له حاجه الناس وتقضى حاجتهم انتظر انتظر الى ان ايس ترون ذيك المنطقه في ذاك الوقت كانت منطقه مظلمه وموحشه طلع من المسجد متحير متاذي الان وين يروح؟ شو يسوي؟ يرجع للبلده شو يقول للناس؟ الناس ينتظرون الان ماذا نعمل؟ شو نسوي؟ شو اقول للناس؟ اقول لهم انا ما شفت الامام ما التقت بالامام ما كان عندي توفيق اتشرف بلقاء الامام سلام الله عليه في ذيك اللحظة وإذا به يلتفت إلى انسان يناديه، يا فلان! قال نعم. قال له أنت شو تسوي في هذا المكان؟ قال له عندي قصة. أنا أربعين أربعين أسبوع أجي إلى هذا المكان وعد حاجة و وجماعة البلدة وأهلي بعثوني إلى هذا المكان حتى ألتقي بالإمام، وهذا يوم الأسبوع الأربعين وما شفته للإمام، أربعين أسبوع أنا أنتظر وما شفته للإمام، وأنا متأذي. قال الإمام موجود. قال له وين موجود؟ قال ما شفته. قال له فسطاط الامام خلف مسجد الكوفه قال له شلون قال له تعال وياي اخذ وياه صعد على الدرج راح على سطح المسجد وقف شاف فعلا كلها خيام فسطاط الامام قال هذا هذه الخيام الامام واصحابه موجودين قال له زين اقدر اروح الامام قال نعم تقدر ليش ما تقدر فنزل وياه من سطح المسجد مشى قليلا قال له بس شرط انه لازم الانسان يلتحق بصف الامام لازم يكون متزوج وانت اعزب وهذا ما يصير قال لها هسا شلون قال لها نزوجك وحده الان موجوده بالخيمه قبل فقر له العقد على وحده موجوده فزوجه قال لها زين ممكن اروح اشوفها انتبه جيدا قال لها هسه تعال احنا بس نريدك تكون زوج هسه مو شرط تشوفها قال خلي ادخل اشوفها دخل راح قعد بعد شويه صاح قال لها فلان يلا الامام يرد يطلع ينتظرك الامام قال لها شوي ينتظر بعد شوية انتظر قال له أقول لك ترى الإمام ينتظرك تعال عند الإمام قال لي شوي بعد مرة ثالثة لما قال له قال له أنتوا روحوا أنا بعدين أجي وراكم أربعين أسبوع أربعين أسبوع يأتي إلى مسجد السهلة في هذا الامتحان هذا الاختبار يمكن الإنسان يكون في قمة الإيمان الشلمغاني كان في قمة الإيمان وكان يتوقع أن يكون سفيرا للإمام المهدي ولكن سقط في الاختبار فسقط فانتهى كل شيء قال له أنت روح أنا بعدين أجي روحوا أنتوا في ذيك اللحظة يقول فد دورة شفت نفسي قاعد بالصحراء وحدي هذا هذا الانكشاف اللي كان صاير إليه راح هذا اختبار شاف قاعد بالصحراء وحده لا الإمام لا فسطاط الإمام ولا إمرأة ولا أي شيء هذا الإنسان هذا قيمة الإنسان هذا الاختبار الشديد الانسان يختبر فاذا اليوم انا علاقتي بالامام في كل القضايا لان التكوين الله تبارك وتعالى جعل للامام المهدي الولايه التكوينيه بمعنى ان الامام يتمكن يتصرف في الكون نعم اذا انا عندي حاجه الامام يلبي هذه الحاجه نعم عليك ان تتوسل بالامام عليك أن ترتبط بالإمام، عليك أن توجد هذه العلاقة بينك وبين الإمام الحجّة صلوات الله وسلامه عليه. هذا مهم. فإذا لازم يكون عندنا قابلية القابل، قابلية القابل يعني شنو؟ يعني بمعنى أن يكون أكون مهيّاً، لازم أكون أنا مهيّاً لكي أتشرف بلقاء الإمام. شلون أكون مهيّاً؟ يعني يكون عندي هذا القلب السليم. زين؟ شلون أكون هذا القلب السليم؟ شلون اقدر انا ابتعد عن المعاصي ابتعد عن الذنوب اليوم الذنوب وين ما نروح الذنوب موجوده والمعاصي موجوده واليوم الناس صار الذنب الانسان إذا أراد أن لا يذنب الناس يشجعوه على الذنب وشجعوه على المعصية وبعدين الله سبحانه وتعالى غفور رحيم الله أرحم الراحمين يا ترى الأمور لا شددوها ترى الدين مو أدري هو كيف أنت الدين متشدد يعني شلون إحنا نفسر الدين شلون نقدر إحنا نعمل عمل نكون قريبين من الإمام صلوات الله هذا مهم أن أكون أنا قريبا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا القرب يرتبط بالقلب القلب كم هو هل هو ملوث بالمعاصي أم لا الكثير يقول كيف أتقرب من الإمام شلون أعرف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه راض عني شلون أعرف شلون أنا أطلع على الإمام وفعلا الإمام الحجة راض عني راض أو غير راض يريد يعرف الإنسان الإمام راض عنه أو لا؟ البعض يقول أنا أريد أنام أشوف النبي في عالم الرؤيا، ليش؟ أريد أشوف الإمام الحجة في عالم الرؤيا، ليش؟ أهم من الرؤيا هذه أهم من الرؤيا أن تعمل لإصلاح نفسك، تعلمون الكثير منا فيهم أمراض نفسية، يعني مثلا حب المدح، اكو واحد ما يحب أنه يمدح يذكر بالخير كثيراً اطراء لا إليه يصير. اكو واحد اذا الانسان لا سمح الله عنده عداوه انسان وذكر بسوء يمكن يقول إيه اكثر بعد، اي اكثر بعد. او اذا وقع بمصيبه يقول حيل وقع بمصيبه، خلي يوقع. هذه يعني شنو؟ هذه امراض نفسيه. اليوم حاله الحسد بالمجتمع ايش قد موجوده؟ حاله الحقد كم هي موجوده؟ ايش كثر الناس اليوم الذين يبحثون عن ثغرات الاخرين، عن اخطاء الاخرين؟ إيش كثر اليوم نتكلم في ما لا يعنينا يعني فضول الكلام الأمر الذي لا يعنيني شايفين كثير من الناس يصلون ويصومون وكل شيء يسوون ولكن تشوف ناس فضوليين يبحثون عن الآخرين عن أنه هذا وين راح هذا شنو سوى هذا ليش هذا أنت عليك بالآخرين يعني أنت شكوا بالناس الناس هذا شنو ذاك شنو ليش هذا المرض الفضول موجود في مجتمعاتنا فاذا مرضى نفسيين بس ما يحتاج تروح الى طبيب نفسي اليوم مجتمعاتنا فيها المرض النفسي كثير التدخل في شؤون الناس البحث عن عيوب الناس عن ثغرات الناس انتشار يعني لو رايت انسان يرتكب المحرم تقدر تقول ان فلان رايته يشوف يعمل محرم لا ما يصير ما تقدر تقول ان فلان انا انا بعيني شفته يسوي حرام ما يصير تقول ما يصير تتكلم بكلام هذا الكلام يقلل من شان الانسان الانسان بما هو انسان مطلقا لا تتكلم على الانسان ما لك علاقه بالناس روح بدربك تعال بدربك لا تتدخل في هذا وين راح؟ هذا شنو سوى؟ هذا ليش ايش هذا منو هناك شفته؟ هذا وين كان يمشي؟ هذا شنو كان يقول فلان مكان؟ اكو ناس هذه الامراض بصراحه هذا كلام مهم جدا وأنا أصور الآن هذه فرصة، فرصة للإنسان. الناس اللي يسوون غيبة وتهمة ونميمة ابتعد عنهم. النمام، تدرون من النمام؟ تدرون؟ هذا الكلام هذا الكلام ما أقوله فقط للنساء، للرجال أيضا، بس النساء شوية تخصص أكثر في هذا الجانب. يعني آخذ كلام أود الكلام للآخرين، وأسوي مشاكل بين اثنين، بين زوجين، بين عائلتين، بين مجتمعين. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن النمام لا يشم رائحة الجنة من أربعين عام مو ما يدخل الجنة ريحة الجنة ما يشتمها ومن أربعين عام عليك بالناس أنت مالك علاقة بالناس الناس سووا ما سووا راحوا أنت مالك علاقة عليك بنفسك عليكم بأنفسكم إذا بعد الفاصل ننتظر اتصالاتكم ويا حبذا طبعا هناك بعض الرسائل اللي وصلتنا على الانستا على حسابنا في الانستغرام اي ام دبل اس اتش وصلت هنالك مجموعة من الرسائل راح نقرأ البعض ونستقبل اتصالاتكم ايضا نتواصل معكم بعد الفاصل ان شاء الله على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب, الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد حسافة بزماني تمر الثواب يا ربي بعيد جفيتك تراني يا مَا جفاني تظل انتظر من الوريد على نفسي جَنَتْ يا ربي وجدت حنانك غريب فإذا أن نوجد هذه العلاقة مع الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهذه العلاقه وايجاد هذه العلاقه وهذا الارتباط يكون بتطهير النفس القلب لازم يكون ملوث يعني ما بيحسد ما بيحقد العين لازم تكون غير ملوثه يعني ما انظر الى الحرام واذا نظرت لا سمح الله استغفر الله هذه الاذن لازم تبتعد عن مجالس اللي فيها غيبه وتهمه ونميمه الشيء اللي محرم وغناء لازم ابتعد عنه لساني ايضا يبتعد هذا لما ابدا بت... لما اللسان يكون طاهر فذاك الوقت الامام يذكرني او لا يذكرني يذكرني الامام تصورون الامام يذكرنا يعني الامام يذكرنا فاذكروني اذكركم الله تبارك وتعالى تريدون تعرفون الله يذكركم او لا بالقران رب العالمين يقول فاذكروني اذكركم الله يقول إذا أنتم تذكرون يعني شنو؟ يعني قل لا إله إلا الله قل سبحان الله الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اقرأ قرآن اقرأ دعاء اذكر رب العالمين الحمد لله أن تقول الحمد لله تدرون من الأذكار المهمة أن تقول الحمد لله كما هو أهله في الرواية أن الملائكة تتوقف عن كتابة الأجر والثواب هل كثر أجر الله سبحانه وتعالى يعطي عظيم حتى الملائكة بعد ما تلحق على كتابة الأجر اذكروني أذكركم نعم الأخت رقية من الناصرية تفضلي عليكم. عليكم السلام ورحمة الله رمضان كريم الله يبارك فيكم كنترول بس صعدود الصوت لو سمحتم بلي تفضلي اهلا وسهلا تفضلوا شيخنا نشكركم على هذا البرنامج الايمان المثمر في ميزان حسناتكم ان شاء الله الله يبارك فيكم وحياكم الله واهلا وسهلا بكم شكرا شيخنا بخصوص الارتباط طيب طبعا من اسرار الارتباط بالإمام هو البقاء على الحسين نعم. الحديث الحديث يقول دونك دون ان خشعت عينك دمع دمعت عينك وخشع قلبك فدونك دونك امامك 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 الارتباط بالإمام من أسرار ارتباط الإمام هو البكاء على الحسين وحب الحسين نعم أما بخصوص سؤالي إيه نعم تفضلي إيه أسمعكم تفضلوا مولاي سؤالي كيف لي أنا أمهد للظهور في الجامعة والبيت ومواقع التواصل نعم شكرا لك شكرا على الاتصال طبعا فعلا قضية الإمام الحسين قضية رئيسية في فيما يتعلق بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو يقول الإمام يقول فلأندبنك صباحا ومساء اسمعوا جيدا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يبكي على الإمام الحسين ليس في محرم وفي عاشوراء اللي البعض يقول لك محرم بس نلبس أسود وانتهى كل شيء عشرة ايام وينتهي كل شيء. لا فلأن دبنك كل يوم صباحا ومساء يعني يوميا صباحا الامام المهدي يقول وا ومساء يقول وا كل يوم يندب الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا شك الامام المهدي له علاقه وحتى ان البعض من العلماء يقول ان مجالس الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كلها برعايه الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك بالنسبه الى البكاء على الامام الحسين عليه السلام وهو البكاء يطهر نفس الانسان، العقد النفسيه تروح، القلب يكون طاهر بمجرد ما يبكي الانسان حتى الروايه تقول من بكى او تباكى البكاء إذا ما تنزل دموع الإنسان يتباكى يتظاهر بالبكاء هذا أيضا يغفر الذنوب يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى العلاقة بالإمام الحسين لا شك أنها تزيد من علاقتنا وارتباطنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما كيف كيف أمهد للظهور نعم نستقبل الاتصال وأجاوب على السؤال إن شاء الله من أم زهراء تفضلي أم زهراء من بغداد تفضلي أم زهراء فضلي أم زهرة. تفضلي يا ام زهراء. احكي تشيل تفضلي يا اختي تفضلي انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم سيدي. السلام ورحمه الله. سيدنا بس سؤال اريده سؤال بس اقول شنو العمل اللي نهديه للامام النبي عجل الله تعالى فرجه. نعم. بعمود الصالح اعمال يتقبله من عندنا يعني نهديه له يعني يسمع من عندنا الدعاء. نعم. واضح السؤال اثنياً بلي اثنين نعم اني اخوي وشهداء اللي استشهدوا رحمه الله عليهم دائما اكو ناس نعم يقول ذولا مو شهداء وسبهم وين استشهدوا؟ وين استشهدوا؟ بالموكب مال الامام الحسين يعني بعبوه ناسفه؟ اي اي بلي لا شك انهم شهداء لا شك انهم شهداء واسال من يعني. الله ان يحشروا مع الامام الحسين ومع اصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم طبعا الناس الناس اللي يتكلمون على هؤلاء الابطال اللي يشتغلون يعني يخدم الحسين في مواكب الحسين ويستشهد هذا الناس احنا نقول الله يهديهم ما نقول اكثر من ذاك ذول ما عندهم وعي ما عندهم ثقافه وما عندهم معرفه بهذه الامور وهم ما يحتاجون حتى ذول يسموهم شهداء عند الله هم شهداء وان شاء الله في ضيافه الامام الحسين عليه السلام نعم ام الحمد لله بلي سيدنا ومريضك تدعي لي بس انه اجاور الامام الحسين ان شاء الله انا ما ادري لساني عقد. نعم. ما اقدر ادعي نفسي من الامام الحسين لا 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 ادعي أقدر. ادعي ادعي لا ما ينعقد والله يعني ما اقدر ما ينعقد تقدرين تقدرين ما اتصور يعني ان شاء يعني الله ان شاء صريح الله الامام الحسين ما نفسي ان شاء الله بارك الله فيك وربط هو يسمعك الامام الحسين الإمام, الامام يسمعك وان شاء الله توافقين ان تكوني مجاوره إن شاء سيد لي. الشهداء وهذا شرف عظيم مجاوره الامام الحسين شرف عظيم شكرا يعطيك العافيه أربع اطفالي على ان شاء الله الإمام. ان شاء الله وين ما تكونين تقدرين تربين اطفالك طبعا واذا جاورت الحسين نور وبركه بقربنا. نعم ان شاء الله شكرا شكرا زهره شكراً. طبعا اجاوب على الاخت رقيه انه بالجامعات سؤال جدا رائع وممتاز كيف نمهد لظهور الامام مهم جدا يعني هذه مسؤوليتنا نحاول كل طالب جامعي هذه مسؤوليته أن قضية الإمام المهدي ما ينساها، أنت رايح تدرس الجانب العلمي والأكاديمي اهتم به، جزاك الله خير. ولكن أيضاً أنت بإمكانك بالجامعة تسوي نشاط مهدوي. اليوم الطالبة تقدر تسوي نشاط مهدوي، هذه مسؤوليتكم. لازم اليوم نسوي ندوات مهدوية باستمرار، مسابقات مهدوية باستمرار، فعاليات وأنشطة مهدوية بالجامعة باستمرار، هذه حرية شخصية. اليوم روح على العالم كله، اليوم هذه حرية المعتقد. ما يقدر أي واحد يعترض على هذا الشيء، اللي يعترض روح له بالقانون، القانون يقول أنه بإمكاني حريتي الشخصية أريد أسوي اليوم نشاط في المدرسة في الجامعة، اليوم أنا أوصي جميع الذين في حتى في المدارس في الثانوية وفي المتوسطة وفي الإعدادية ضروري جدا اليوم مو اروح بس ادرس الماده العلميه لازم اسوي نشاط مهدوي لازم اسوي ندوات باستمرار مسابقات باستمرار بحوث باستمرار مؤتمرات باستمرار قضيه الامام المهدي اليوم هي اهم قضيه ترتبط بنا جميعا لازم نسوي نشاطات متعدده نسوي مسابقات باسم الامام نقدر نسوي مسابقات بين الكليات احنا في جامعه الذقار سوينا مسابقه بالعلوم نفكر طبعا تحيه الى رئاسة جامعة ذيقار، وإلى عمادة كلية مزايا، وكلية التربية للعلوم الإنسانية، وكلية التربية للعلوم الصرفة، فعلاً كان عندهم تجاوب جداً ممتاز وجيد وتحيه الى عمداء الكليات اللي تجاوبوا مع الطلبه وفعلا صارت مسابقه علميه ثقافيه ورائعه بين الطلبه هذا نشاط انا اتصور مهم جدا اليوم في جامعاتنا طلبه الجامعه لازم يكون عندهم احاطه شموليه فاذا بامكاننا بالجامعات نسوي برامج توعويه وثقافيه نعم الاخ جعفر من بغداد تفضل اخ جعفر تفضل عزيزي اخ جعفر تفضل اهلا وسهلا انت على الهواء مباشره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ما حياك الله وبياك اهلا وسهلا تفضل عزيزي الله يسلمك رمضان كريم عليكم ان شاء الله قبول وعليكم بالخيرات والبركات الله يسلمك أه شيخنا بس حابب تفضل انا استخدم قطره مع العين اي بس هاي القطره من استخدمها يعني ورا خمس دقائق او عشر دقائق احس بمراره بريقي. نعم. احسنت. سؤالي يا طرحه. عندك سؤال يعني اخر؟ يقول... لا بس سؤال بس أحب اقول هذا السؤال يا طرحه يعني شكرا. رمضان. يوصل ان شاء الله تسمع الاجابه من التلفاز حياك الله اخ جعفر. آه طبعا صحيح. الله يوفقك الله يوفقك. الله يوفقك طبعا القطره لا تفطر قطره العين ما تفطر واذا حسيت انها وصلت الى الحلق بامكانك ان تخرج هذا الشيء يعني اذا حسيت بشيء تقدر تخرجه فاخرجه. السؤال اللي سالت ام زهراء من بغداد حول انه شنو العمل اللي نقدر نهدي للامام والامام يتقبل منه، اهم سؤال ايضا جميل هذا. اليوم انا الان أخت... اسوي ختمه قران في شهر رمضان اهدي هذه الختمه للامام المهدي. انا الصبح اقعد من النوم اتصدق، هذا راح اتكلم بكره ان شاء الله، باكر راح اتكلم على موضوع التصدق عن الامام المهدي وش كثر هذه الصدقه ايش قد هي مهمه بكره اتكلم في الموضوع اتصدق اخلي صدقه باسم الامام المهدي اسوي 100 صلوات اللهم صل على محمد وال محمد باسم الامام المهدي اروح الى آه الامام الحسين ازور الامام الحسين آه الزياره انويها نيابه عن الامام المهدي ازور الامامين الكاظمين انويها نيابه عن الامام المهدي اروح الى المدائن لا تنسون عندنا صحابي جليل سلمان المحمدي تدرون سلمان ايش قد وفي مع السيده فاطمه الزهراء بالمدائن روحوا الى المدائن زوروا سلمان المحمدي هذا كان وفي مع امير المؤمنين وكان وفيا مع السيده فاطمه الزهراء عليه السلام وهو هو هو سيد الصحابه وافضل الصحابه سلمان ايضا هو موجود في المدائن ازور سلمان وانوي باسم المال او ازور مثلا سفراء الاربعه عندنا اربع سفراء في بغداد ازورهم بنيابة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أروح إلى مسجد براثة أصلي ركعتين أنوي أنها هدية للإمام المهدي أبو زينب من وين؟ الأخ أبو زينب من البصرة تفضل أخوي أبو زينب السلام عليكم عليكم عزيز. السلام عزيزي أهلا ومرحبا مبارك عليكم الشهر متباركين عزيز. جميعا إن شاء الله أقول عفوا تعقيبا على كلامك سابقا أنه كل انسان المفروض انه يكون مهتم بنفسه او ما يجيب عن الاخرين، بس اكو السيد ابو القاسم الخوئي يقول تجوز الغيبه في موارد نعم من ضمنها فضح الظالم او المتجاهر بالفسق نعم او معاونه الظالمين، الناس اللي تعاون الظالمين، فما اعرف شنو رايك الشيخ العزيز؟ طبعا احنا المرجع الراحل السيد الخوئي رضوان الله عليه احنا ما نقدر نتكلم كلام على كلامه بالنتيجه هذا كلام ايضا احنا يعني نتفق في هذا الراي الانسان الظالم نعم نفضحه الانسان الفاسد اللي ماكل اموال الناس الانسان اللي مثلا هو صاير وزير او نائب وهذا الانسان أكل أموال الناس وظلم الناس نفضحه ما يخالف هذا ما في إشكال، هذا مو غيبة ولا تهمة هذا ولا نميمة، بالعكس الإنسان الظالم والمجرم لازم نفضحه، الإنسان الذي يتجاهر بالمعصية يعني يتجاهر بارتكاب الحرام، إذا يسوي الحرام ببيته ما أقدر أتكلم أني، لأنه هو مستور، هو ساتر نفسه، ولكن إذا تجاهر بالحرام نعم أقدر أفضحه، ولكن أنا هذا كلامي، هذه القضايا اللي يذكرها السيد الخوئي قدس سره هذا الموضوع يختلف هذا موضوع آخر وموضوع هذا يختلف احنا كلامنا عن عموم الناس يعني عموم الناس في واقعنا الاجتماعي هذه موارد الإنسان الفاسد والمفسد والمجرم والظالم هذا الإنسان لازم يفضحه حتى الناس تعرفون عليه يعني لازم أفضح يزيد لازم أفضح معاوية لازم أفضح الإنسان اللي أكل أموال العالم لازم أفضح هذول الناس اللي إجوا باسم الدين وأساءوا إلى الدين اللي خلوا كثير من شبابنا يصير عندهم ردة فعل طبعا الشاب الواعي ما صار عنده ردة فعل لأن هؤلاء يتظاهرون بالدين مو كل إنسان يتكلم باسم الدين يعني هو متدين لا هذا الأمر يختلف وهذا إلى حديثه التفصيلي فإذا الإنسان اللي غير ملتزم بالعكس الإنسان يفضحه وطبعا مقصودي أنه إذا كان يرتكب يعني جرائم بالظاهر فإذا نرجع إلى موضوع الأعمال اللي نهديها الى الامام صلوات الله وسلامه عليه مثلا اتكفل يتيم اتكفل اليتيم وانوي في قلبي انه هديه تكفل اليتيم باسم الامام الحجه طبعا اكو نقطه مهمه اليوم يوم اللي انا اروح للامام الحسين عليه السلام وفي قلبي ان هذه النيابه من زياره للامام الحجه تصورون شلون اني ازور قاعد اسوي زياره نيابه عن امام عن حجه الله عن امام العصر عن إمام الزمان شلون تكون هذه الزيارة إيش كثر لازم يكون بها آداب بالدخول بالالتزام بالأدب الحديث مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا مهم هذا إلى أهمية كبيرة أو مثلا أروح على العمرة للعمرة أروح وأنوي هذه العمرة نيابة عن الإمام المهدي أروح إلى حج بيت الله أنا حج الصرورة رايح وحجة الإسلام رايح حجة واجبة ما عندي حجه مستحبه، انوي هذه الحجه نيابه عن الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، نقدر اليوم في كثير من اعمالنا وسلوكياتنا ننوي عن الامام الحجه، وهذا مهم جدا، وهذا بحد ذاته اهداء العمل للامام يجعل علاقه. قلت مثلا نروح الى من مناطق مختلفه، نعم شفاء الاخت شفاء من محافظه بابل، تفضل يا اخت شفاء. السلام عليكم عليكم تيحنا. السلام ورحمة الله أهلا وسهلاً. أنا أشكرك على برنامج الجامعة لأنه جدا مؤثر وحلو وبفوائد هواية الله يبارك فيكم بس أريد أعرف أنه شنو واجبنا عصر الغيبة يعني نعم فأتمنى تجاوبون عليه شكرا أشكرك كلش على برنامجك الحلو شكرا يعطيك العافية طبعا شنو واجباتنا في عصر الغيبة هذه مسؤولية كبيرة وهذا اليوم احنا كل محاضراتنا وسلسلة محاضراتنا هي تبين هذه المسؤوليه، يعني اليوم لازم يكون عندك التزام، احنا هذه محاضراتنا هدفنا ايجاد ثقافه مهدويه. اليوم نريد نقول في كل بيت، في كل اسره، كل انسان، كل واحد من عندكم، احبه المشاهدين اللي قاعدين، يمكن عندك التزامات، يمكن ناس طالعه برا، جماعه رايحين يزورون جماعة رايحين مثلا للأسواق جماعة رايحين من هنا هناك أنتم قعدتوا حتى تتابعون هذا البرنامج وتركتوا الكثير يمكن كثير مسلسلات موجودة في هذا الوقت أنا أشكركم تتابعون هذا البرنامج اللي هو باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بس أكون نقطة مهمة أنه إحنا شنو واجبنا في عصر الغيبة هو هذا واجبنا هل أن نبحث في علامات الغيبة أنه علامات الإمام شنو هي الغيبة شنو لا علامات الظهور لا مو هذا هسه طبعا اذا صار عندي معلومات وان ان شاء الله احاول احاول من خلال البحوث اوصل الى موضوع علامات الظهور ولكن هل هو هذا الان المطلوب من عندنا الان احنا شنو المطلوب المطلوب اولا هو الانسان ان يعمل بما يرضي الله اي عمل اي خطوه اليوم انا اشوف افتح التلفزيون لما نخليه على قناه خاطوا نفسكم هذا القناه هذه ترضي الامام الحجه او لا الامام راح يفتهم انه انا داخله وشايفه فلان قناه او انا شايفه فلان قناه داخل على مواقع التواصل هل اذا وضعت لايك اليوم في مواقع التواصل هذا اللايك يفرح الامام او يزعج الامام هسه البعض يقول يعني معقوله يعني الوضع هل كثر مهم ان الامام يرضى او ما يرضى على اللايك القران يقول القران يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا خير يره ومن يعمل مثقال ذره جرة يرى هذا القرآن يقول نعم وضع اللايك انتبه ليكن مرة على مطرب وعلى فنان وعلى قضايا بعيدة عن الله لا تخدم الله هسا اليوم أقول لكم شيء واحد روحوا اليوم على الانستغرام مثلا شوف الستوري كثير قضايا تافهة ليش؟ ليش اليوم أنا اليوم بحسابي بالأنستا ما أخلي الإمام المهدي؟ ليش اليوم ما نوجه العالم والناس نسويهم ناس مهدويين؟ ليش اليوم بالفيس ما من ننشر قضايا ترتبط بالامام الحجه؟ ليش اليوم قضايا تحشيش وقضايا ما لها اساس؟ ليش؟ ليش هذا الروح المهدويه ما ننشرها؟ ما نعيش فيها؟ هذه نقطه كلش مهمه. طبعا عندنا من اتصال من بغداد الاخت ام ياسر تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عليك شيخنا شكرا لكم حياكم الله الله الصحة والعافية وتقبل الطاعات إن شاء الله جميعا إن شاء الله آه، العفو شيخنا بس أريد أسأل سؤال إنه بالنسبة للرؤية بالإمام المهدي هل هي مصداقية أو يعني ما لها مصداقية نعم أحسنتي شكرا أختي أحسنتي. الله يبارك فيكم خدمتكم الله يسلمكم إن شاء الله. حياكم الله. الله هلا بيكم الله يبارك فيكم طبعا الأخت أم ياسر سؤالها حول الرؤية احنا عندنا رواية تقول من رآنا فقد رآنا هسه هذه الرواية جد هي قوية وصحيحة السند هذا يحتاج إلى بحث أن في مثل هذه الرواية أنه من رآنا فقد رآنا اللي الذي ينظر إلى أهل البيت فعلا هو نظر أهل البيت أم لا على كل حال الروايات إذا الإنسان شاف النبي صلى الله عليه وآله أو شاف أي واحد من أهل البيت هذا جدا جيد يعني بالنتيجة مشاهدة الإمام في عالم الرؤيا نور وخير وبركة. وهذا ببشارة طيبة. وإن شاء الله الإنسان يكون مقرر، هسه أنا بمقدار ما أشوف الإمام في عالم عالم الرؤيا جدا جيد. يعني في عالم المشاهدة ما شفت الإمام، شفته في عالم الرؤيا جدا جيد، ولكن مو أقوم وأقعد أنا شفت الإمام، أنا شفت الإمام، يا ناس يا عالم أنا شفت الإمام، يابا أنا شفت الإمام، لأنه ترى التوفيق يسلب، يمكن أقول لإنسان أقول لإنسان اذا سمع هذه الرؤيا راح يوجهني راح يرشدني يعني راح يكون علاقتي بالامام اكثر مو حتى بس اتباه فعلا واحد اتباه شاف الامام بعالم الرؤيا هذا توفيق عظيم بس لا يكون هذا السبب يصير عندي عجب ديروا بالكم الامام زين العابدين في دعاء مكارم الاخلاق يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب العجب يعني الانسان اللي يشوف نفسه الغرور التكبر ليكن انا شفت هذا الشيء اقعد واقوم واقعد يا بي شفت الامام هسه واحد نفر نفرين اقول لهم حتى مثلا يوجهوني يرشدوني هذا ما يخالف ولكن اكثر من ذلك لا ليكون هذا الشيء افضل ولكن كل الرؤيا هي خير وبركه الاخ كرار من النجف الاشرف تفضل اخ كرار يا أخي نعد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تفضل وعليكم السلام عزيزي اهلا وسهلا تفضل هل يجوز اشعال الشمعه لسيدتنا او مولاتنا مريم العذراء نعم هاي واحد زين اسالك انا سؤال كرار وياي انت تفضل شنو تهدف بتشعل الشمعه يعني انا اسالك يعني انا اسالك أحد سؤال. الله هو اشعال الشمعه لها تكريما لها إيه؟ او هنالك لقضاء حاجه يعني, يعني خو هي ما يعني اي زين ما يخالف انا اقول لك السيده مريم سوي لها 100 صلوات هم احسن من تشعل الشمعه؟ سيده مريم او اي نعم يعني. سوي لها صلوات او مثلا صلي لها ركعتين واهديها للسيده مريم او روح زور الامام امير المؤمنين واهديها للسيده مريم بعد هذه شعل الشمعه ما اقول حرام انتبه ما اقول حرام بس ما بي انتبه اكو شيء متعودين عليه احنا انا اقول سوي للسيده مريم فشيء بفائده اقول مره اللهم صل على محمد وال محمد هذا أهديه للسيده مريم تفرح السيده مريم ولكن الشمعة لا ما راح يفرحها وما راح تنقض الحاجة ترى بشارع الشمعة للعلم أقول يعني تفضل مو حرام مو حرام للعلم ولكن ما بنتيجة بل تفضل شيخنا أنا صار لي تقريبا أقل سنة قاعد لا وظيفة ولا شغل ودراسة قضيت عمره ثلاثة أربعة دراسة الله يوفقك شنو هسه وسائل الرزق أو مثلا الدعاء يعني هواي أطونا هو, هو كل شيء يعني ما كل شغلة ببالي أنا ما سويتها نعم دعاء وال سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء والعلي ابن أبي طالب الحسن للحسين للأئمة للإمام المهدي عجل الله فرجه كذا هذا النفس ولحد الآن يعني قاطع يعني ما عندي شيء كرار إيش قد عمرك إيش قد عمرك أنت أنا أي عشرين عشرين سنة دارس يا مو دارس خلص دراسة أنا يعني تخلص دراسة يعني مخلص كلية شلون عمرك عشرين ها ما حد مخلص ما حد زين آه كرار حاولت تطور نفسك حاولت تطور نفسك ولا اي شيء يعني صار عندك مهنه لا حاولت وانا إيه؟ جاي حتى ادرس يعني على على انت موجود دروسك باليوتيوب التنميه البشريه اي جيد جيد لا مو تنميه بشريّة هذاك تنميه بشريه لحاله انت في مجال العمل الان تروح في مكان يقول لك انت شنو عندك شهاده انت شنو تشتغل يا. مو احنا يا. مو احنا شوف حبيبي اليوم احنا دائما نعتب على الاخرين بس انا اقول انت اذا عندك شهادات اذا انت مطور نفسك لما تروح في سوق العمل يقول لك انت شنو مثلا تريد تشتغل مصور في قناه يقول تعال شنو عندك تجربه في التصوير تقول والله هسه ارد اتدرب طبيعي ما شغلك عنده ولكن تقول له عندي خمس سنوات انا مصور فلان قناه فلان قناه فلان قناه وعندي هاي الخبره وعندي هاي اربع شهادات انا يقول لك ايه عارف شلون؟ يعني احنا عندنا هم مشكله في المهنه اللي لازم اتعب على نفسي، لازم اجتهد اكثر. اي خلي اقول لك شغله، انا راح احطك هسه انت طلبت. شغل، يا إيه. شيخ. الله يوفقك ان شاء الله، بس اقول لك شغله واحده، تروح الى حرم امير المؤمنين، انت بالنجف بعد. تروح على حرم امير أكيد. المؤمنين، تصلي صلاه الاستغاثه بالسيده الزهراء، انتبه لي انتبه لي. استغاثه بالسيده الزهراء تسجد. عفوا عفوا نعم. شيخنا قاطعك، ممكن إنه اسمع الاجابه من التلفزيون. اي اسمع التلفزيون. اسمع من التلفزيون، يلا حبيبي، خليك على التلفزيون. هلا وعيني عزيزي هلا. أول مرة تسجد تسجد مئة مرة تقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني مئة مرة أنت بالسجود بعدين تخلي وجهك الأيمن يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني تخلي على التربة بعدين الجانب الأيسر يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني إيش قد صار؟ 300 بعدين تسجد تقول 310 عفوا 110 مرات يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني المجموع 410 وأكو جماعة يقولون رواية أخرى أنه 510 تقول يا مولات يا فاطمة البعض يقول أنت تسجد للزهراء لا أنا أسجد لله تبارك وتعالى ولكن أسجد لله وأستغيث بالسيدة فاطمة الزهراء هذا من ال يعني أحراز المهمة الأدعية المهمة والتواصلات المهمة روح في حرم أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عزيزة على أمير المؤمنين وسوي هذه الاستغاثة بالسيدة الزهراء وأنا أدعو لك إن شاء الله تحصل على عمل بعونه تعالى زين فاذا احنا نرجع على موضوع واجبنا في عصر الغيبه وواجبنا كثير يعني كل انسان عنده مسؤوليه في عصر الغيبه خل اجاوب عن هذه الاسئله بعدين اتكلم عن هذا الموضوع عندي سؤال عندي سؤال طبعا ما راح نستقبل الان مكالمات الى يوم غد ان شاء الله ونعتذر عن اللي ينتظرون على الخط عندي طالبه من كليه التربيه الاساسيه في جامعه بابل تقول هل صحيح أن في زمن الإمام المهدي يكون الأمان موجود بحيث أن المرأة تستطيع الذهاب إلى أي مكان وحدها دون الرجل وحتى لو كان منتصف الليل نعم في عصر الإمام اللي يقولون الإمام يقطع الرؤوس والدماء توصل كذا هذه روايات إسرائيلية الأمن والأمان والسلم والسلام لا يكون مستتبا إلا في عصر الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا هذه الروايه انه المراه من الكوفه تذهب الى الشام وتذهب الى تلك البلاد وهي فريده بوحدها وتشعر بامن وامان، طبيعي الامن والامان سيكون عظيم وهذا فعلا الامام الحجه يعني عصر الامن والامان والراحه النفسيه كل الكابه اللي عندنا وكل الامراض النفسيه اللي عندنا وكل التوتر اللي عندنا وكل البلاء اللي عندنا بظهور الامام كله ينتهي بلمسه واحده من يده المباركه ينتهي كل شيء، السؤال الثاني اذا ظهر الامام المهدي كيف ياخذ بثار الامام الحسين ويزيد والشمر قد قتلوا وماتوا؟ المهم بالنتيجه الذين يعني يسيرون على هذا المنهج، الذين يسيرون على منهج يزيد والشمر لما موجودين اليوم نموذج واحد من عندهم داعش اللي هذولا يقطعون الرؤوس وسارين على منهج وكناس الى الان يفتخرون بيزيد ويفتخرون بهذه الشجره الخبيثه، فلا شك الامام يقتص من من الذين ساروا على منهجهم وماذا يحدث بعد الظهور هل تستمر الحياة أم ينتهي الكون لا ليش تنتهي الكون رواية تقول أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يحكم الإمام سبعين سنة وبعد ذلك يكون قضية عودة والرجعة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالإمام الحج يكون موجود وينتشر العدل والعدالة الاجتماعية بعد الإمام الحج لما يظهر راح نتكلم في ما بعد الظهر ماذا سيحدث سيكون خيرا وبركة وأدعو لكم جميعا عندي أسئلة أخرى واسطة على الانستغرام بس ما عدنا فرصة اليوم إن شاء الله نتكلم في اقرب وقت اشكركم على الحضور بس قبل ما ننتهي راح نقرا ويا بعض ارفعوا ايديكم الله يحب هذه الايادي تمتد ارفعوا هذه الايادي بالدعاء نتوجه الى الله تبارك وتعالى وندعو لتعجيل فرج الامام ثلاث مرات نقول اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج اشكركم والسلام عليكم في امان الله